مشاهدينا، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، وتحديدا احنا الان في جناح دار الكتب والوثائق القومية، وهذا اللقاء الهام مع دكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية. مساء الخير حضرتك يا فندم. مساء الخير استاذ جوانا، واهلا وسهلا بكم. اهلا بك. يعني الحقيقه انه دار الكتب والوثائق القوميه هو صرح ثقافي عظيم بقاله حوالي اكثر من 150 سنه، تحديدا تم انشاؤه عام 1870، ودوره هو الحفاظ على ثروه مصر الثقافيه والعلميه. واحنا النهارده ايضا موجودين في صرح كبير جدا ومهم جدا يحافظ ايضا على الثروه الثقافيه لمصر والقوى الناعمه. ازاي دار الكتب والوثائق القوميه قادره تمارس هذا الدور من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب؟ الحقيقه ان احنا زي ما حضرتك قلتي ان احنا في محمل او في يعني محفل ثقافي علمي فني سنوي، وهو احد اكبر معارض الكتاب على مستوى العالم بتاريخه العريق. ودار الكتب والوثائق القوميه كونها واحده من هيئات ومؤسسات وزاره الثقافه المصريه بتقوم بدورها زي ما حضرتك قلتي في الحفاظ على الموروث والتراث الثقافي والفكري المصري منذ أمد بعيد. الحقيقة أن كمان تاريخ دار الكتب والوثائق بيرجع لما أقدم من ذلك. بداية التكوين دار الكتب والوثائق كان في عهد محمد علي باشا سنة 1828، عندما أمر بتأسيس دفتر الخيانة المصرية لحفظ وثائق الدولة ووثائق الأفراد وممتلكاتهم للحفاظ عليها. ثم في 1870 في عصر الخديوي إسماعيل وأحد قادة التنوير ورواد التنوير في مصر في تاريخ الحديث علي باشا مبارك بعد عودته من بعثته، وأشار على الخديوي إسماعيل بإنشاء الكتب خانة المصرية لجمع المخطوطات وكنوز مصر من المخطوطات، ليست المخطوطات اللي هي من إنتاج الحضارة المصرية فقط ولكن من إنتاج العالم الإسلامي كله، ودي ما زالت موجودة عندنا، بالإضافة إلى حفظ التراث العلمي والكتب والمصاحف اللي موجودة في مكتبات مصر في ذلك الحين. وأصبح ده مكنز مصر الثقافي والما زال يقوم بدوره حتى الآن، بالإضافة إلى دوره الرئيسي في نشر. وإحنا تقريبا إحنا الجهة الوحيدة اللي عندنا الكتب التراث وكتب اللغة والفقه والأدب وأمهات كتب التاريخ سواء يتعلق بتاريخ المصري الإسلامي أو بتاريخ العالم بشكل عام. طيب خليني أعرف من حضرتك دكتور أهم الإصدارات وأحداثها اللي بتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه النسخة. الحقيقة إن السنة دي إحنا عندنا مجموعة جديدة من الإصدارات، منها على سبيل المثال كتاب المختار من رسائل أبو إسحاق الصابي، كتاب الفتاوى النووية، كتاب غرائب الأخبار عن شرق إفريقيا وزنجبار، وطبعا معروف دور مصر ومكانتها إفريقيا طبعاً. والجدير بالذكر إن هذا الكتاب نفذ كل نسخه في أول يوم للمعرض، غرائب الأخبار عن شرق إفريقيا وزنجبار، مملكة زنجبار في شرق إفريقيا اللي هي ناحية كينيا وتنزانيا، وده بيتناول تاريخها. بالإضافة إلى حاجة إحنا أول مرة ننزل بها السنة دي اللي هي دليل متحف مخطوطات في باب الخلق، اللي هي كانت الكتب خانة ولا تزال موجودة حتى الآن كجزء من مبنى اللي بيحتوي أيضا على متحف الفن الإسلامي. الكتالوج الشامل للمخطوطات دي بمادتها العلمية بتصنيفاتها والنماذج من التصوير اللي فيها، بالإضافة إلى العدد الأول ويعني المولود الجديد لدار الكتب والوثائق القومية في المحفل العلمي، وهي المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي، وسنعود للحديث عنها لاحقا. لا يعني أعتقد أنه هذه المجلة هي هامة جدا وموضوعها مهم جدا، فكرة أنه مجلة مصرية لصيانة التراث الثقافي. لو حضرتك تشرح للسادة المشاهدين أكتر يا فندم، إزاي هذه المجلة تقدر أنها تساعد في حفظ التراث والهوية أو هوية حتى الأدب المصري؟ بالضبط. الحقيقة أن زي ما هو باين من عنوانها، إحنا عندنا في كلنا نعرف الآثار وقيمة الأثار، أثار مصرية قديمة أو بيزنطية أو قبطية أو إسلامية، لكن في المعنى أو المظلة الأعم والأشمل هي كلمة التراث. بيشمل التراث المادي زي الأثار وغيرها، وبيشمل أيضا التراث اللامادي زي الموسيقى والفنون والغناء والألحان وما إلى هذا. دار الكتب من ضمن مقتنياتها أو يعني التكوين الرئيسي من مقتنياتها هي مقتنيات تراثية، ولدينا في الدار عندنا معملين، معمل لترميم أو حفظ وصيانة المخطوطات والكتب والمجلات والدوريات القديمة والحديثة، بالإضافة إلى معمل آخر لحفظ وصيانة الوثائق اللي هي الديوكومنتس.
وعندنا في دار الكتب والوثائق القومية زملاء حاصلين على درجات علمية ماجستير والدكتوراه ويمارسون بالفعل ترميم الوثائق والكتب والمقتنيات الثقافية والتراثية. فرأت الإدارة أن هي يعني تنشر هذه المجلة لتختص بالأبحاث المتعلقة بحفظ وصون هذا التراث، اللي هي سواء فيما يتعلق بالنواحي الكيميائية والنواحي البيولوجية، حفاظ على الورق، التعامل مع الرق والجلد وترميمهم للحفاظ عليها. لأن رسالة دار الكتب والوثائق القومية الرئيسية في ثلاث كلمات نوجزهم: الاقتناء، الحفظ والصيانة، ثم الإتاحة. فالمجلة بتؤدي الدور الأوسط اللي هو الحفظ والصيانة عشان نحفظ هذا التراث لأبنائنا وأحفادنا في الأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب كمان حضرتك يمكن تحدثت عن أحدث الإصدارات، لكن كمان دار الكتب والوثائق القومية بيبقى ليها مشاركة كبيرة من حيث الإصدارات التاريخية كمان. أهم الإصدارات التاريخية المشاركين بيها في المعرض، وحضرتك كمان شايف الإقبال عليها عامل إزاي؟ الحقيقي يعني كل من يزور المعرض، وإحنا بنتابع ده برضو من خلال وسائل الإعلام ومن حضراتكم، الإقبال الجماهيري وبالذات من فئة الشباب في معرض السنة دي إقبال أقدر أقول هو لا مثيل له، بحكم حتى يعني أننا في الأساس أستاذ جامعي، فأنا من رواد المعرض من 72 و73 لم أرى مثل هذا الإقبال. التنوع في العناوين والمعروضات، العلوم والفنون والثقافات المختلفة، عندنا كمان النرويج ضيف شرف للمهرجان، فبيفتح لنا طاقة معرفة لدولة أوروبية لكي نقرأ الآخر في عصر تكامل الحضارات وليس صراع الحضارات. دار الكتب عندنا طبعا، احنا زي ما قلنا في البداية احنا تقريبا احنا الأساس في نشر الكتب التراث سواء التاريخية أو الأدبية أو في النقد أو ما إلى هذا. فمن ضمن الحاجات اللي احنا عدنا نشرها تاني ونزلت معنا في جناحنا في المعرض كتاب الشهير لعبد الرحمن ابن حسن الجبرتي، عجائب الأثار في التراجم والأخبار. وإذا سمحتي لي أدي نبذة عن هذا الكتاب. طبعا تفضل. هذا المؤرخ كان هو والده من شيوخ جامع الأزهر، وكانوا يدرسون في رواق الجبرت، والجبرت هم من سكان السودان حاليا. وألف هذا الكتاب ليتناول تاريخ مصر في العصر العثماني، وانتهى الكتاب بتاريخ سنة 1828 ميلادية، يعني تقريبا منتصف عصر محمد علي. الكتاب ده قيمته في مادته العلمية وفي مؤلفه، بالإضافة إلى أنه تقريبا الكتاب الوحيد اللي شرح لنا بالتفصيل يوميات الحملة الفرنسية في مصر وما جرى خلالها من أحداث خلال ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، من عالم أزهري ومؤرخ اللي هو عبد الرحمن ابن حسن الجبرتي، في 4 مجلدات إحنا عدنا طبعهم تاني. عندنا في مجال التصوف مدارج السالكين طبعنا تاني، عندنا عيون التواريخ طبعا من أهم الكتب لابن شاكر الكتبي، من أهم الكتب اللي تتناول عصر سلاطين المماليك. هو عامل زي دياريو، يعني زي يوميات كده، بيقدر طبعا أساتذتنا وزملائنا في التاريخ وفي الأثار يعني بيعرفوا قيمته تماما، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب، يعني يمكن من أجملها هذا الكتاب اللي هو مصر في المعارض الدولية، بما أننا احنا الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فمصر بدأت مشاركتها الدولية في المعارض من سنة 1851، ويسجل هذا الكتاب من 1851 لسنة 2021 كل مشاركات مصر في المعارض الدولية، اللي هي جزء رئيسي أيضا من قوة مصر الناعمة وثقافة مصر المفتحة على العالم قديما وحديثا. دكتور أسامة، خليني استغل وجود حضرتك معنا، وبما انه يمكن شعار المعرض السنه دي هو نصنع المعرفه ونصون الكلمه، وده دور كبير او جزء كبير من دور دار الكتب والوثائق القوميه بشكل عام، وبجانب التواجد داخل معرض القاهره الدولي للكتاب، ازاي دار الكتب والوثائق القوميه بتحاول انها تحافظ على هذا الدور وانها تلعبه من الاساس في المجتمع المصري؟ الحقيقه ان شعار المؤتمر يعني شعار أنا بعتبره عبقري: نصنع المعرفة لأن المعرفة صناعة، وعلمونا قديما أن من يملك المعرفة ينتصر، ومن يعرف من يملك المعرفة يتقدم. مصر إن لم تكن أقدم حضارة صنعت معرفة على وجه الأرض فهي من أقدم الحضارات التي صنعت المعرفة، ده الشق الأول من الشعار. ونصون الكلمة لأن الكلمة تصان بحفظها طبعا. فصانها أجدادنا القدماء ولا زلنا على العهد حتى الآن نصونها بتدوينها، دونوها زمان في متون الأهرام والتوابيت وعلى المعابد وفي المقابر،
وفي الكتب، بعد كده في البردي، ثم الرق، ثم الجلد، ثم الورق. ودار الكتب والوثائق ومؤسسات وزارة الثقافة المصرية تصونها وتساهم في نشرها من خلال إنتاجها الثقافي والعلمي في عصرنا الحالي. طيب عشان برضو نعرف السادة المشاهدين، هل المواطنين يقدروا يزوروا دار الكتب والوثائق القومية؟ هل هي بمثابة مكتبة مفتوحة؟ دار الكتب والوثائق القومية عبارة عن يعني جناحين رئيسيين. دار الوثائق، وبيجينا يعني باحثين في الوثائق من مصر ومن خارج مصر، بيجينا مستفيدين كمان في الوثائق، حد جاي عايز يعني عقد ملكيه جده للارض دي او العقار دون، وبيعمل اجراءاته وبياخد نسخه طبق الاصل منه. اما الجناح الاخر وهو دار الكتب، فهذا هو مكتبه عامه، هي الناشونال لايبراري، هي المكتبه الوطنيه اللي بتحتوي ولديها في ارقام الايداع او الايداع القانوني كل انتاج مصر الثقافي منذ إنشاء الكتب خانة المصرية، وكل ما ينتج فيها وياخد رقم إيداع اللي هي حقوق الملكية الفكرية، نسخ منه عندنا في الدار، بنسعد طبعا باستقبال الجمهور والباحثين بكل أصنافهم، ومصريين وعرب وأجانب. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء، ويعني أتمنى التوفيق الحقيقة. يمكن جناح كمان مهم جدا وثري وغني جدا، إن كان بالموسوعات أو بالمراجع أو الكتب وكتب التاريخ والإصدارات يمكن حضرتك تحدثت عنها باستفاضة. بشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية. شكرا يا فندم، شرفت.